وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، يعني بعد التحية، السيد الرئيس أكد أن ثورة 30 من يونيو استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره، كيف تقرأ ذلك؟ كل التحية لحضرتك ويعني كل الشعب المصري والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بألف خير بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو. خلينا نقول أن هذه الثورة العظيمة، الثورة استعادة الأمة، استعادة الوطن، إعادة الروح لهذه الأمة بكل تفاصيلها. نعم. لو سألنا أنفسنا ماذا كان الوضع في الدولة المصرية قبل 8 سنوات، نجد أنفسنا أمام مصر تقف على حافة الإفلاس، اقتصاد منهار، تجميد عضوية في الاتحاد الإفريقي، الصورة ظلامية. عندما منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ أن قامت أو خرج المصريون بثورة 30 يونيو لعزل حكم الجماعة الإرهابية، وهنا تحدد المصير، هنا مسارات للنهوض بالدولة واستعادة الهوية الوطنية واستعادة النفس العربي الوطني بالكامل واستعادة قيمة الدولة المصرية وتثبيت أركان مؤسساتها. وبالتالي هنا خلينا نقول إن هذه الثورة إذا كانت أحداث التغييرات بإرادة شعبية، وهذه الإرادة نلمسها في خطاب السيد الرئيس طوال خطاباته أو منذ أن تولى هذه المهمة، واليوم أيضا في خطاب الرئيس من يدقق ومن يقرأ المحتوى يجد أن الرئيس عبد الفتاح استخدم مفردات راقية جدا في مخاطبة الشعب، واعتبر أن الشعب في الخطاب بالكامل في فقراته من فقرة إلى أخرى يرتكز إلى الشعب وقدرة الشعب وإرادة الشعب واستعادة الهوية الوطنية بقرار من الشعب واستعادة الوعي وقرار الشعب في أنه ينحاز للدولة الوطنية وهكذا. إذن نحن أمام دولة مؤسسات، أمام دولة دخلت البناء من أوسع أبوابه، قررت الإصلاح، قررت أن تعود إلى الحضن العربي وأن يعود إليها الحضن العربي مرة ثانية، قررت أن تكون مؤسسات ملكا للشعب المصري محكومة بقرار الشعب المصري وليس بقرار جماعة إرهابية. هنا عادت الهوية المصرية للشعب المصري. أيضا فيما يتعلق بالسياسة حتى الخارجية وانعكاسات 30 يونيو على السياسة الخارجية، قبل 30 يونيو زاقت مصر ومرت مصر بالعديد من المطبات، الصورة الذهنية للدولة المصرية في الخارج كانت سيئة، بذلت مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها مجهودا كبيرا لتصحيح هذه الصورة. التصحيح ده من الإصلاح، التصحيح فرضه الواقع. نعم. التصحيح لا يأتي إلا من بناء دولة في مختلف المجالات، إصلاح اقتصادي. نعم. كبير، نهضة كبيرة. وبالتالي حتى لو قرأنا في الحروب السياسية ارتباط هنا، ارتباط النجاح الداخلي بالنجاح الخارجي، النجاح الخارجي. نعم. لكن... لا يحدث بدون النجاح الداخلي، هكذا تعلمنا في العلوم السياسية. نعم، لكن أستاذ جمال، يعني عودة لما ذكرته في حديثك عن اهتمام الرئيس في كلماته اليوم بمسألة الشعب المصري، أيضا الرئيس ذكر أن ثورة 30 من يونيو كانت تمثل نقطة انطلاق نحو مسيرة إصلاح شاملة عنوانها بناء الإنسان المصري، كيف قرأت هذا تحديدا؟ يعني ده هدف رئيسي ضمن استراتيجية بناء الدولة المصرية، هو بناء الإنسان في مختلف المجالات. بناء الإنسان هو الرهان القوي الذي ينجو بنا إلى المستقبل الحقيقي. التجارب علمتنا طوال السنوات الماضية، وتحديدا يعني منذ ما يسمى بالربيع العربي والآثار السلبية والتجاذبات الدولية والتجاذبات الإقليمية التي حدثت، تؤكد لنا كيفية تحقيق الاستقلال في الكوادر البشرية، في احتياجاتك، في
في انتاجك، في اقتصادك، في ياتي بناء الانسان ضمن هذه المنظومه. الانسان الذي يستطيع ان ينتج، يستطيع ان يعيش، يستطيع ان يتخذ قراره، يستطيع ان يحدد الغث من الثمين. بناء الانسان بما فيه من تنوير وتصفير وتشكيل وعي، يستطيع ان يحمي هذه العقول المحررة والتنويرية والتثقيفية، تستطيع أن تحمي الوطن من مخاطر الإرهاب والظلام وغير ذلك. يعني الأستاذ جمال الكشكي، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.